في مصر. شريف، انا اعتقد ان زي ما قلت العوامل كلها موجوده، الشباب بيتحرك بغض النظر عن الانتماءات الحزبيه، واحنا شفنا ان الاخوان المسلمين ما شاركوش في 6 ابريل، انما بالرغم من ده كان في استجابه واسعه وكان في نجاح للحركه، وبالرغم من ده والحكومه فعلا استجابت، حكايه التفاوض حصل والعمال خدوا معظم المطالب بتاعتهم، ومبارك أصدر قانون برفع الجمارك عن معظم السلع لخفض الأسعار. مطالب شعبية. فده اوريدي بيحصل واوريدي في استجابات. مطالب شعبية نتيجة إن الناس اعترضت، وهم على فكرة وده بيؤكد وجهة نظري إن الناس لما ضغطت الحكومة مش بس استخدمت العنف، يعني أنا عارفة إن كان في بيان طلع من وزارة الداخلية بيهددهم هيتم الضرب بيد من حديد في المظاهرات اللي حصلت، بس في النهاية الناس لم تستجب لهذا البيان وعملت المظاهرة، وفي النهاية أجبرت وزير رئيس الوزراء إنه ينزل المحلة وإنه هيقول ويقول للناس إحنا هندرس المطالب بتاعكم، وبالتالي فهي حركة شعبية. نعم. ما هيش حركة سياسية. محمد، انا شايف ان الاعتصامات ديت بغض النظر عن شكلها او طبيعتها ايه، هي بتمثل ارض خصبه الوقت بفرصه لن تعوض لجميع القوى السياسيه والاحزاب السياسيه ان هي تبتدي تعمل تشبيك مع الناس اللي قامت بالاعتصامات ديت، ويبتدوا يبقوا ليهم دور ويفعلوا دورهم على استنادا للناس ويساندوا الناس. طيب يعني نقطه قويه كمان، 4 مايو لو قدروا فعلا ينظموا نفسهم تاني ويكرروا الاضراب ده في اقل من 28 يوم من الإضراب الأولاني، هتكون هي فعلا السلمة الأولى الحقيقية لتنظيم حقيقي لحركة شعبية في مصر. طيب يعني واحدة أيضا من القضايا المطروحة يعني في العلاقة بين المعارضات في العالم العربي بشكل عام وفي مصر تحديدا، هو التعاطي مع السلطة يعني ككتلة واحدة مصمتة. السلطة في أي مكان في العالم شيماء ليست كتلة. هل ترين في السلطة في مصر أن هناك أجنحة أو أطراف ربما أو أصوات غير مسموعة داخل السلطة مع الإصلاح يمكن التحاور معها، يمكن التفاوض معها؟ والله أنا لا أتصور أن في أي حد موجود في السلطة ممكن أتحاور معاه أو نتفاوض معه. لا أحد، لا أحد. السلطة المصرية عاملة زي صندوق الاسم بتاع الطيارة، هناك شخص واحد مش عارف إيه اللي جوه. هو هناك شخص واحد وهناك مؤسسة واحدة هي التي تسيطر على كل الأوضاع في مصر، وهي التي تتخذ القرار. يعني هناك ايضا جيل شباب اليوم داخل السلطه. انا مختلفه مع شيماء كليا، وده مش معنى برضه انا مؤيده الوضع والسلطه في مصر. انا بتمنى ان يبقى في نوع من التعدد والديمقراطيه في مصر، وده شيء مطلوب وما يخوفهمش ان هم يعملوه، لكن انا متاكده ان كذلك في جيل من الناس المتقدمه فكريا واللي هي عايزه تصلح البلد، بس عايزه تاخد الفرصه الحقيقيه. المساله مش سودة قوي. بسام، مره اخرى، التفاوض على أرضيات اقتصادية وقرارات اقتصادية غير سليمة لا يؤدي بالأثر المطلوب على المدى الطويل. ما يضمن تحول ديمقراطي سلمي حقيقي داخل مصر هو حصول واحد من 3 سيناريوهات: إما ظهور حركة مصالحة وطنية تحاول تجميع الأطراف المتباعدة وتحاول تجميع الناس الغائبة على المشاركة السياسية، أو إشراك أحد الإشراك الجيل الجديد الذي لم يظهر بعد بشكل واضح، إشراك الجيل الجديد من السياسيين الذين يترجمون مصالح الناس في السلطة الديمقراطية في السلطة في مصر، أو السيناريو الثالث هو تحقيق تحول تدريجي يهدف إلى تطبيق قوانين ديمقراطية وتحول دستوري غير قريب على المدى المطلوب. أي هذه السيناريوهات يعني الأكثر احتمالا محمد في تقديرك اليوم، الأكثر احتمال أن يحصل في مصر قريبا؟ السيناريو اللي أنا حاسس أنه هو هيحصل في مصر أن فعلا الاضرابات ديت هتستمر، والأحزاب السياسية والحركات السياسية هتستغل الاضرابات ديت وتستغل الحركة اللي ظهرت من تحت ديت، وتقدر أن هي تقوم وتفعل نفسها وتلاقي نفسها شغلة. طيب، بدل ما هم مقفول على نفسهم كده. طيب، هذا سؤال أخير. بعد شهرين من وجودكم هنا في الولايات المتحدة، ما هي الاستفادة الحقيقية أو ما الذي ستعودون به إلى مصر؟ وأبدأ منك هبة. هو كان الجميل في التجربة دي إن إحنا لقينا في ناس مهتمة إنها تسمع رأينا كجيل جديد ناشط في مجال الديمقراطيه في مصر. دي حاجه مهمه جدا لسبب بسيط، انهم كمان مش بس بيسمعوا، ده هم بيسمعوا وعايزين يعملوا تقييم وياخدوا الاراء اللي ممكن يتحركوا بيها لمساعدتنا، لان هم بالفعل بيساعدونا. المشكله كانت عندنا في مصر انك تتكلم كثيرا ولا احد يسمع لك، ولو سمعك لا يستجيب.
فاحنا طيب باختصار سامحيني لضيق الوقت عبد الله، باختصار شديد هي برامج جديده لتقويه القطاع الخاص كوسيله للضغط على السلطه الحاكمه. محمد، ادوات جديده لتفعيل دورنا كمجتمع مدني لمعرفه ازاي نحط اجنده لنفسنا واجنده طويله المدى للمجتمع اللي احنا شغالين فيه عن طريق اللي احنا تعلمناه هنا كمجتمع مدني. نعم. زاد ان احنا تعلمنا الاشياء ترتبط برضو بمصالحنا كدول عربية او كمصر. عظيم. كيف تطبخ السياسات هنا ودور الدور الكبير اللي بيلعبه المجتمع المدني الامريكي في كل شيء في الولايات المتحدة. والله شبيه بالجزء اللي قاله محمد الخاص بالتعرف على خبرات وامكانيات. انا اعتقد ان التجربة فادتني من حيث تعرف على ازاي ممكن استخدم امكانياتي والفرصة المتاحة بالنسبة لي باعتباري صحفية مصرية بشتغل في جورنال معروف ومقروء من المواطن البسيط في مصر، وازاي نقدر نشرح للمواطن حقوقه وازاي يطالب بحقوقه بشكل سلمي وفعال الدرجة اللي تخليهم يوصلوا للدرجة من الديمقراطية والحرية اللي المواطن نفسه يكون محتاجها مش اللي تتفرض عليه بشكل او باخر. يعني زيارة مفيدة بشكل عام. هبه لديك كلمه سريعه. لفتت نظري في المؤسسات المدنيه اللي انا دخلتها هنا في المجتمع المدني ان لهم بروجكت قد يكون مع الحكومه، يعني بيشتغلوا مع الحكومه في جزء وفي جزء اخر لهم هم كمان اجندتهم اللي منها ممكن ينقضوا الحكومه ومع ذلك ما يحصلش قفل للمشروع الثاني اللي هم شغالين فيه، وده اللي احنا بنفتقده عاده عندنا في مصر. هبه قاسم الناشطه في مجال حقوق الانسان، شكرا جزيلا لك، كما أشكر بسام بهجت من مؤسسة الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة التعذيب، وأشكر مناهضة العنف والتعذيب هو شكل من أشكال العنف على أي حال، وشريف منصور الباحث والناشط الحقوقي المصري الذي يعمل هنا في واشنطن في مؤسسة بيت الحرية، وأشكر عبد الله حلمي عضو هيئة عليا حزب الجبهة الديمقراطية، ومحمد عبد العزيز سعيد الناشط الحقوقي المصري، وشيماء أبو الخير الصحفية والناشطة الحقوقية في صحيفة الدستور. مشاهدين الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة من عين على الديمقراطية، أشكر متابعتكم وأذكركم بضرورة الكتابة إلينا عبر بريد البرنامج الإلكتروني eyeondemocracy@alhurra.com. حتى نلتقي، تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحيات محمد اليحيى، إلى اللقاء.